91 بدأت بالانسحاب، ثم مواجهة في 98 وخروج وإقصاء مبكر للأهلي من دور 32 من بون الأثيوبي بتعادل 1-1 في أثيوبيا و 2-2 في القاهرة، ثم مواجهة في 2012 بالتعادل السلبي في أثيوبيا ثم الفوز 3-0 في القاهرة. مباراة صعبة، مباراة محتاجة من اللاعبين يقدروا خطورة الموقف، محتاجة حسم التأهل لدوري المجموعات يبدأ من القاهرة، كمان نقل المباراة من القاهرة لإسكندرية برضو يمكن أثر شوية بشكل واضح على الجمهور. طبعا على الجمهور يعني ده المفروض كان يعني طبعا دايما بيكون هو اللاعب رقم واحد طبعا في المباريات اللي زي دي، فاعتقد انه اللعيبه عارفين ان المباراه خاصه، كمان الفريق ابدي فارا ده او جيم الاثيوبي فريق صعد لعب لاول مره الدوري وخد الدوري، واقصى يعني الفريق اللي هو سان جورج الاثيوبي قعد فايز باربع سنين، فده كله ده بيمثل عندك برضو ضغط على فرقه الاهلي، لكن ان شاء الله يكون اللعيبه مقدرين وحاضرين في الظروف دي ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه كبيره في ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. استاذ عصام، كنا بنتكلم قبل ما ندخل هوا على طول، الناس كلها كانت بتتكلم ان امبارح الفريق الاثيوبي وصل متاخر جدا لاسكندريه، يعني وصل يمكن الساعه 3:30 الفجر، شايف ان ده هياثر عليه؟ ولكن طبعا حضرتك الناس كلها بتتكلم ان ده أصدر. لكن حضرتك ليك راي ما مختلف. ما اظنش، احنا اصلا عايزين نوصل لمرحله الكره فيها تبقى زي كل الدنيا، يعني لعيبه اكيد في برنامج بدني كان محطوط لهم اتمرنوا ومثلا وتناولوا طعام العشاء ثم ذهاب للمطار ثم راحه، في تفاصيل كده زي ما بنقول على ال 73 ساعه وال 72 ساعه، اكيد كتب الكوره فيها صفحات للحاجات دي. هي اللخفنه في مصر بالبلدي كده بتبقى في حته انت مش عارفه امتى تلعبي بعد 3 يعني 3 او 72 ساعه. ما هو لو الجدول محطوط انه ماتشات يوم 8 ويوم 12 هتبقى ماشيه، لكن انت بتقعدي مثلا اسبوع وبعدين تلعبي ماتشين كل 72 ساعه. كل حاجه ليها معالجه في كتاب الكوره ده، لكن الماتش في كل الاحوال زي ما يعني اخويا وصديقي العزيز محمود قال، انت لما تبص لقائمه الاهلي المسجل كمدافعين ثلاث مدافعين فقط، يعني ضمن قائمه الاهلي الليله ايمن اشرف، سليف كوليبالي، محمد هاني صحيح. اللي هو معاهم يعني الترخيص مدافع ثلاثه بس، وبالتالي هتلاقي طبعا يعني من الشطاره انه في اكثر من لاعب مثلا زي كريم نيدفيد ممكن يبقى هو الظهير الايمن من وجهه نظري يعني، وبالتالي الحكايه مش سهله، ودور ال 32 ده كان من 20 سنه مثلا على الاقل دور سهل. هناك فرق بين الكبار زي الاهلي والزمالك من مصر، زي الوداد مثلا في المغرب، زي الترجي التونسي والنجم الساحلي، خلاص المساحه دي مع كثره الاحترافيه راحت. والدليل اللي قاله زميلنا العزيز استاذ محمود صبري انه هذا الفريق قادم من دوري الدرجه الثانيه للفوز بالبطوله، ليه؟ لان هناك مستثمر صحيح. لان هذا الرجل يعمل بنظريه يعني شفناه مع القطن، لكن الرجل اللي كان شغال في القطن ما كانش عنده نفس التكتيك يعني، لكن شفنا مازيمبي. الفريق ده هتلاقيه شرس جدا، هتلاقيه اكثر اصرار على تحقيق البطوله، لان البطوله بالنسبه له بتعني استثمارات لصاحب النادي ده، وبالتالي هتلاقيه كمان موسمين بيبيع ويشتري ولاعيبته بتتصدر لكل مكان. الكره الاثيوبيه على فكره كمان ما بقتش بعافيه، اتطورت كتير، بقى عندها لعيبه محترفين، بقى عندها انديه بتصل لدوري المجموعات. احنا شفنا سعيود صلاح الدين سعيد، وده جه مصر من بدري يعني، كان بيلعب في دجله وبعد كده كمان في لعيب دلوقتي في الدوري بيكلي هو ايضا لاعب اثيوبي صحيح. وبالتالي لا، ما حدش يقول ان الماتش سهل، الماتش ربما يكون سهل لما الناس بتقول الاهلي وجيما، اوعى مش شيما جيما الاثيوبي. نظريا ده كلام كان ينفع، لكن انت النهارده في كل مباراه لازم تبداي التاهل، وقالها يعني اخويا محمود انه لازم تبداي التاهل من غله مناسبه في ملعبك هنا خاصه، وانه فرص الاهلي بتتعاظم مع بعض التعويضات ومع حاله الهدوء ما بعد يعني الضغوط اللي تعرض لها الفريق بالخروج في النهائي بكذا، بالكلام عن غياب المدير الفني عن البطوله العربيه، لكن مين يقدر جنب هذه السلبيات ما يقولش ان هناك ايجابيات، الا وهي
ان كل اللاعبين اللي بيتم الدفع بيهم دلوقتي واللي الناس كانت منتظراهم من ظل الازمات دي، انا متاكد بشويه خبرتنا يعني اللي عشناها حوالين يعني نهر كره القدم، لا انهم زادوا خبرات ما كانت البطولات نفسها او الفوز بالبطولات يؤهلهم للمساحات دي، خاصه ان كل واحد الان يرى انه مسؤول مسؤوليه كامله، لان فريق النادي الاهلي من 49 مشاركه واخد 20 بطوله. صحيح. بدأ في العام 82 واستمرت المسيره في كل البطولات الاهلي واخد، وهي مجدده الشامبيونز ليج وقبلها بطوله الانديه الابطال، ابطال الكؤوس، الكونفدراليه، لم تكن افريقيا اسيويه مره، لم تكن هناك بطوله عصيه على النادي الاهلي، وبالتالي الرصيد ده هو اللي النهارده لازم يشحن بيه محمد يوسف والذين معه كل لاعبته، ان انتوا بتستكملوا رصيد فريق عظيم زي ما جمهوره بيقول. واعتقد ان في صوره شفناها انا وانت واحنا قاعدين في الاستراحه، الشباب اللي هناك وانا وانت الكابتن ياسر رمضان كابتن ماهر امام، قلنا الولاد دي راحت امتى؟ وهكذا الحقيقه كل الفرق مش بس النادي الاهلي، يعني تلاقي الفرق لا يعني شباب متصورين على الاقل الساعه 11 12. طب ده غادر يعني محافظته امتى؟ وما هماش جايين من الطريق الصحراوي مثلا من القاهره او من بوابات الهرم، ده اللي بيقول انا جاي من الشرقيه، اللي بيقول انا جاي من بني سويف، اللي بيقول انا جاي من الصعيد، اللي بيقول انا جاي من بحري، مش ممكن. اذا في حاله عظيمه كده يجب ان اللعيبه ينتبهوا ليها. صحيح. استاذ عصام حضرتك بتقول ان لعيبه النادي الاهلي اكتسبوا الكثير من الخبرات مش من المباريات، اكتر من الضغوطات ومن المباريات في ظل الضغوطات اللي حصلت. صحيح. في الوقت اللي فات. استاذ محمود لو اتكلمنا النهارده عن لقاء النادي الاهلي معايا 16 لاعب من 23 لاعب مقيدين في القائمه ما بين طبعا غيابات واصابات، شايف محمد يوسف النهارده ازاي يقدر يتعامل مع اللقاء ده؟ ربنا يكون في عون. انا اكلمك صراحه فنيا محمد يوسف واي مدرب في الدنيا هيكون في ورطه، بس هو الاهلي عاوز اقول ليه تجارب في المساله دي، يعني مثلا لعب الاهلي نهائي الكونفدراليه ب 15 لاعب اللي فاز بيها في 2014 ب 15 لاعب، وكان نص الفريق مصاب بره وظروف بقى القيد واللعيبه في القائمه الافريقيه، كان في 2 3 بس الموجودين بره والفرقه الاساسيه موجوده وفي ناس كانت مصابه كملت المباراه للاخر. محمد يوسف النهارده انا مش عاوز مش حابب ارجع ورا واقول ايدته ال 23 علي اساس واستبعدته احمد الشيخ ومؤمن زكريا علي اساس في الظروف دي وانتوا اللي يعني جدد عقده كده كده، في حاجات تساؤلات محتاجه يعني ايه يتوقف عندها، لكن مش وقت الكلام دلوقتي. صحيح. لو زي ما قال الاستاذ عصام فعلا انت عندك 3 مدافعين هنا بقى عملت ايه التبديل اللي هنعملها بقى، كريم نتفت هتروح حطاه مثلا مش في الباك رايت، محمد هاني مش مركزه مساك، انت دخلتيه جوه. صحيح. فانا عاوز اقول النهارده اذا لم يكن التوفيق حريف فرقه الاهلي في المباراه، صحيح، هتواجه فرقه بنينين عاليه جدا من خلال متابعه يعني الشريط اللي جه او كذا يعني قدر النادي الاهلي يوصل له من خلال كلام كابتن محمد يوسف، فرقه بنينين عاليه جدا عندها طموح جايتها متاخره، دي مش تقول اصل هي تعبوا بدنيا، لا ده دي جايه انا شايفها تخوفك. صحيح. ها؟ جايه عايز يفضل على تركيز. وتم متابعتهم انهم كانوا موجودين في المطار واخروا الرحله لغايه الوقت ووصلوا الفجر، برضو عارفين ان هم هيواجهوا الاهلي ومش عاوزين يتحطوا تحت ضغوط، عاوزين يدخلوا المباراه. انا جاي قلت لك من الباب على طول على الملعب. صحيح. ما فكرتش انا هدفي كله هدف واحد مش شايف غير الناس ازاي تتعامل معاك. واكيد عنده تقرير وتفاصيل موجوده هنا من القاهره ان فرقه الاهلي بتمر بظروف وان الفرقه الاساسيين عندك 6 اساسيين شكلوا قوام الاساس الفريق مش موجودين، فده كله بيحط ضغوط على محمد يوسف.